بشرة كويسة، أول مولود في القلعة. وخروج حسين من حضني كان إيه؟ بشرة كويسة؟ طبعاً، حسين بكرة هيرجع لك راجل قوي، فارس أشد من أبوه. ليه كده يا حسن؟ ليه تفرق بيني وبينه وتبعده عنك؟ عشان عنيد ومش مقدر نعمة إنه ابني. فبتنتقم منه؟ بالعكس، بحبه. هو ده حب؟ الحب إنك تخلي اللي منك زيك بالبعض؟ بأي طريقة. إحنا في الدنيا دي بنجرب كل الطرق للوصول لهدفنا، وإلا نبقى زي اللي بيعيش ويموت من غير أصل. أنا أول مرة أخاف منك كده. طب كويس، الخوف علامة من علامات الحب. مفيش حب وخوف مع بعض. في تفتكري كل اللي حواليها بيحبوني؟ مش عايزهم يحبوني لكن بيخافوا مني، يبقى ولاؤهم مضمون. ده مع الغرب، مع الكل. الزوجة والأولاد فتنة، ويكفيك ان انت الوحيدة اللي بحبك مش بخاف منك.